هون عملوا أكبر قطعة تشيز اسمها ماموث تشيز من ال تشيدر، وأخذت أكبر قطعة تشيز في العالم. حكينا لكم انه اكبر قطعة تشيز في العالم تشيدر صارت في بيرث، وهذا هو الوعاء اللي طبخوها فيه والحجم الطبيعي لها. زي ما انتم شايفين وراي كان وزنها حوالي 22 الف باوند، يعني كثير كثير، يعني والله انا بحب التشيز. عجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.